اليوم راح نبدأ نشرح الميكروبيال جروث اند اتس كنترول. طبعا هذا هو الجزء الخامس في كتاب بروك بايولوجي اوف مايكرو اورجانيزمز. راح نبدأ اليوم المحاضرة الأولى من الجنرال مايكروبيولوجي 2. الجروث هو عبارة عن زيادة في عدد خلايا الأحياء المجهرية. دائما البكتيريا أو معظم البكتيريا تنقسم بطريقة الباينري فيجن. الباينري فيجن هو عبارة عن انقسام الخلايا بعد ما يصير لها انلارجمنت، يعني الخلية يصير لها elongation، تكبر بالحجم وتصير يصير حجمها مرتين أو ضعف الحجم خلية الأم. طبعا راح أشرح لكم هذا المخطط اللي هو يوضح لكم الشرح اللي موجود بالسلايد اللي قبله. من تبدأ الخلية بالانقسام راح يصير لها elongation اللي هو يبدي يكبر حجمها، وتبدأ المحتويات الداخلية بالانقسام مثل الكروموسوم، رايبوسومات وأي شيء تحتاجه من الماكرو موليكيولز. راح تكون قسمين من كل شيء، وكل قسم راح يروح إلى جهة واحدة من الخلية. بعد الإلونجيشن راح تبدأ الخلية بتكوين بما يسمى بالسبتم فورميشن، اللي هو تبدأ تكون حاجز يفصل الخليتين عن بعضها. بعد ما يتكون السيتوبلازم، سيتوبلازم ممبرين والسيل سيل وول، راح تنقسم الخلية إلى خليتين متشابهة تقريبا نفس الحجم أو نفس حجم الخلية الأم. هذه هي طريقة الباينري فيجن اللي للانقسام في معظم البكتيريا. هذا السلايد أيضا يشرح لكم شلون تنقسم، طبعا بتسجيل صوت يشرح أحسن من عندي، فاللي أرجو من عندكم أنه تسمعوه. ومجرد راح يقول أنه الخلية البكتيرية راح تبدأ بالانقسام، أول ما يبدأ ينقسم الكروموسوم، وبعدين يصير لها الإلونجيشن وتكون السبتم الحاجز بين الخليتين، وبعدها تنقسم إلى خليتين متماثلة. طبعا عندنا أسرع بكتيريا تنقسم هي الإيشيريشيا كولاي، تقريبا الجنريشن تايم مالتها هو 20 دقيقة. وأكو بعض أنواع البكتيريا تأخذ أيام حتى يعني تنقسم الخلية إلى خليتين. النوع الآخر من الانقسام بالإضافة للباينري فيجن عندنا البادينج ديفيجن. البادينج ديفيجن results from unequal cell growth and forms total new daughter cell. يعني الخلية ما يصير لها elongation وتنقسم قسمين متساوية، يصير لها تبرعم. شلون عندنا اليست، إذا تتذكرون اليست شلون تتكاثر، تتكاثر بطريقة التبرعم. جزء من الخلية راح يصير بي بادينج أو يصير بي برعم وينفصل عن الخلية الأم. هذا السلايد هو يوضح لكم كل الأنواع أو معظم الأنواع اللي موجودة بالأحياء المجهرية اللي هي البكتيريا والفطريات الأركايا شلون تنقسم الخلايا. طبعا هذا عندنا الباينري فيجن اللي هي موست بكتيريا، تبدا الخليه يصير لها الونجيشن مثل ما قلنا ويصير سبتم وبعدين تنقسم الى خليتين متماثله. البادينج بي تقريبا 4 انواع. النوع الاول هو سمبل بادينج اللي هو مثل ما قلنا مثل اليست، راح يبدي يتكون برعم من احد اجزاء الخليه. هذا البرعم راح يكبر وينفصل عن الخليه وبعدين يكون خليه تشبه الخلية الأم. budding from hyphae اللي هو الخلية خلية الأحياء المجهرية يصير لها هايفة من أحد أجزاء الخلية، وتكبر هاي الهايفة وتكون برعم من الهايفة وينفصل البرعم ويكون خلية تشبه الخلية الأم. كذلك عندنا cell division of stalked organism، هذه الخلية هي already بها stalked portion. هذا الستالكت راح يكبر ويكون برعم أكبر وينفصل عن الخلية الأم ليكون خلية ثانية. النوع الأخير اللي هو polar growth without differentiation of cell size، يعني هذه هي الخلية بدون ما يصير لها differentiation راح تنقسم إلى جزئين أصغر وبعدين تكبر هذه الخليتين حتى تكون تكون حجم يشبه الخلية الأم.
هاي بصورة سريعة طريقة الانقسام أو أنواع الانقسام الموجودة في معظم خلايا الأحياء المجهرية. أيضا عندنا عدة أنواع من الجروث، عندنا البلانكتونيك جروث وعندنا السيسل جروث. البلانكتونيك جروث هي من اسمها بلانكتونيك يعني الطائفة أو الطائفة، هذه نطلق عليها معظم الأحياء المجهرية اللي تنمو بالبروث وتكون سسبنشن، فنسميها احنا هذه انه تنمو بصوره طافيه، يعني تظل بالمحلول او بالوسط الزرعي فتسوي سسبنشن بالمحلول، فنسميها احنا بلانكتونيك جروث. النوع الاخر اللي هو السيسل جروث، هذا السيسل جروث هنا الخلايا راح تلتصق على جدار الاسطح وتكون بايوفيلم. طبعا البايوفيلم احنا شرحناه بالكورس الاول وقلنا البايوفيلم هو عبارة عن الخلايا راح تفرز بوليسكرايد ماتريكس، فراح تكون عبارة عن كتلة كبيرة. الخلايا الاحياء المجهرية راح تكون من ضمن هذه الماتريكس او البايوفيلم. طبعا هناك عدة مراحل لتكوين البايوفيلم، هي عندنا البلانكتونيك سيلز راح ترتبط على الاسطح، بعدين تقوم تفرز البوليسكرايد ماتريكس وتكون ستيكي ماتريكس فورمز، هذا هو البايوفيلم. اكو نوع اخر من التجمعات يطلقون عليه المايكروبيال ماتس. المايكروبيال ماتس هو نفس البايوفيلم بس متكون من عده طبقات من البايوفيلم، كل طبقه تحتوي على نوع معين من الاحياء المجهريه. يعني مثلا عندنا طبقه تيجي الإشيري شوكولاتة تفرز بوليسكرايت وتكون طبقة كاملة من بايوفيلم، تكون امبيدد بالبوليسكرايت ماتريكس. بعدين تيجي مثلا خلينا نقول السيدوموناس كمثال، تكون طبقة أخرى فوق هاي الطبقة وتفرز البوليسكرايت وتكون بايوفيلم ثاني، فيصير على شكل طبقات، فهذه احنا نسميها الميكروبيال ماتس. هذا مثل ما تشوفون هذا هو البايوفيلم، فهو عبارة عن بوليسكرايد ماتريكس، أحياء المجهرية راح تكون داخل هذا الماتريكس. طبعا شنو فائدة البايوفيلم؟ انه يحافظ على الأحياء المجهرية من الهارمفول كيميكالز مثل الانتيبايوتيك، وكذلك يحافظ من الاختراق ويحافظ عليها من البروتيست او الطفيليات الخارجية، كذلك يساعدها على الالتصاق بالأسطح فتكون صعبة ما بسهولة انه احنا نقدر نوخرها، very hard to washing out. مضار البايوفيلمز مثل ما شرحنا بالكورس الاول اذا تتذكرون، قلنا انه البايوفيلم كل ما كانت البكتيريا تكون بايوفيلم خصوصا المرضية منها راح تكون very hard to treat، يعني احنا ما راح نقدر نعاملها باي انتبايوتيك، تكون صعبة القتل وكذلك تسبب أضرار مرضية للإنسان. كذلك عندنا أنه هذه البايوفيلم دائما نلاقيها بالواتر ديستريبيوشن سيستمز، يعني البواري، إذا أحد عندكم شايف مرات بالبواري يصير من نفتح البوري أكو يعني فتشي شلون احنا نسميه الزنجار، مرات يصير ستيكي، هذا هو عبارة عن البايوفيلم اللي تكون الأحياء المجهرية داخل الأنابيب الدرينكينج ووتر. عندنا مصطلح مهم هو الاكسبوننشال جروث اللي هو نمو الاحياء المجهريه ضعف العدد الموجود اصلا، او بشكل احنا نسميه لوغاريتمي او بشكل اسي. يعني من نقول اكسبوننشال جروث معناها انه الاحياء المجهريه تنمو بشكل اسي، يعني الوحده تنطي 2 والاثنين ما تنطي 3، لا الاثنين تنطي 4، الأربعة تنطي 8 والثمانية تنطي 16 والستاعش تنطي 32، يعني تضاعف في 2، هذا احنا نسميه الإكسبوننشيال جروث. طبعا العلاقة بين عدد الخلايا اللي نبدي بيها وعدد الخلايا النهائي نقدر نعبر عنه بهاي المعادلة. طبعا هاي المعادلة مهمة ما بيها فد شيء صعب، اللي هي N يساوي N0 multiply by 2 to n small. ال n capital letter هي الفاينل
number of sales، يعني من نخلص المزرعة نجي نحسب العدد النهائي، هذا نرمز له بالN. الN0 هو عبارة عن العدد الأول اللي احنا بدينا به، يعني عدد اللقاح اللي احنا بدينا به المزرعة. الN small letter هذا هو عبارة عن number of generations during the period of exponential growth. انتبهوا لي، هاي كلش مهمة. ده يقول during the period of exponential growth، هسه راح نشوف احنا الجروث ايش كم مرحلة وشنو يعنينا الاكسبوننشال جروث. يعني من نجي نحسب الفاينل نمبر، ما يصير نحسب الفاينل نمبر للحياة المجهرية خلال المراحل كلها بالجروث، لا، نجي نركز فقط على مثل ما قلنا، نركز فقط على الاكسبوننشال جروث حتى نحسب الفاينل نمبر اوف سيلز لمزرعة معينة. مثل ما تشوفون هنا هذا التيبل، هذا يوضح لكم ايش قد بدينا. طبعا هاي بداية العدد الاحياء المجهرية او اللقاح اللي بدينا به، هنا الوقت كان زيرو، بدينا بواحد، وخلال اربع ساعات حصلنا على 256 خلية. هذه شلون طلعنا هال 256 خلية؟ هاي اذا ترجعون على المعادلة، الان هو احنا ال 256 يعني المجهول، هذا الـ N هو المجهول احنا نريده. الـ N0 هو عدد الأحياء المجهرية اللي بدينا بها اللي هي واحد، والـ N small letter هنا، الـ N small letter هنا هي تمثل ايش كم مرة تضاعفت، اللي هي هنا حاطينها ثمانية، يعني تضاعفت ثمان مرات خلال أربع ساعات. فإذا تجون تقولون واحد في اثنين لمدة ثمان مرات، واحد في اثنين في اثنين في اثنين في اثنين في اثنين ثمان مرات، راح يطلع عندنا العدد 256 خلية، العدد النهائي. نضرب هالنوب تاسع مرة يطلع 512، نضرب هالنوب عشر مرة يطلع 1224 وهكذا. هذه يزداد طبعا الوقت، فهذه ما بيها شيء، يعني انتو تشيكوها كلش سهلة. ايضا هنا عندنا هذا اللوغاريتميك لاين، هذا من تشوفون هيك لاين في اي مزرعه بكتيريه، هذا معناها انه هذه المزرعه البكتيريه هي تنمو بالاكسبوننشال جروث او نمو لوغاريتميك او نمو اسي. فاحنا هنا يمثل لكم الاخضر هو احنا ايش قد بدينا بعدد الاحياء المجهريه، راح تبدي تتضاعف، تزداد. فمن نجي نسوي لها بلوتينج هنا، اذا اخذنا منها، انتبهوا لهنا فقط الاكسبوننشال، اذا اخذنا من هنا وسوينا لها بلوتينج راح تجي هنا مثلا بعد ساعة او بعد ثلاث ساعات، بعد اربع ساعات راح تجي هنا، خمس ساعات تجي هنا، هذا احنا نسميه لوغاريتميك بلوت او اكسبوننشال جروث، او كذلك نسميه لوغاريتميك جروث. اذا اجينا وسوينا الاكسبوننشال فيس بلوتينج وطلعت عندنا نقطة هنا مثلا، والنقطة الأخرى طلعت هنا، والنقطة الأخرى طلعت هنا، فهذا ما راح يصير عندنا ستريت، راح يكون عندنا زيجزاج، فهذا مو اكسبوننشال جروث. الاكسبوننشال جروث فقط عندما يكون البلوتينج مال النقاط مالته هو عبارة عن ستريت لاين صاعد لفوق، هذا هو معنى الاكسبوننشال جروث. حتى أشرح لكم علي أكثر، إن لازم نعرف احنا شنو الجنريشن تايم. الجنريشن تايم يعني الوقت المطلوب او وقت تضاعف البكتيريا، يعني كلش قد تضاعفت البكتيريا. مثل ما قلنا احنا عندنا الايكولاي قلنا تضاعف خلال 20 دقيقة، فشن نقول الجنريشن تايم اللي هو جي للايكولاي هو 20 دقيقة. طبعا شلون نحسب الجنريشن تايم؟ نحسب الجنريشن تايم من خلال هاي المعادلة، طبعا ايضا مهمة، اللي هي التايم يعني ايش قد المزرعة صار لها وقت بالحاضنة، وايش قد مقسم على ايش كم مرة ضاعفت. يعني مثلا بهذا المثال راح نجي نقول احنا هذا هو اللوغاريتميك بلوت اللي هو اكسبوننشال جروث، راح نجي ناخذ من هاي النقطة مثلا، مثل ما هو مسوي ماخذ من هاي النقطة اللي هي بعد ثلاث ساعات، ماخذ هذه النقطة، ومن هذه إلى هذه ماخذ من ثلاثة إلى خمسة، كم ساعة؟ ساعتين، من ثلاثة إلى خمسة ساعتين.
فايش قد التايم عندنا؟ التايم عندنا ساعتين. ايش كم مره تضاعفت؟ هو حاسبها تضاعفت مره واحده، الان يساوي 1. فالجنريشن تايم مالتها تي على ان، تايم على عدد مرات اللي تضاعفت راح يسوي لنا ساعتين. فايش نقول؟ نقول الجنريشن تايم مال هاي البكتيريا هو ساعتين. طبعا هذا اذا تجون تطبقون على اي وحده من اي نقطه من هاي النقاط راح تلاقون ان الجنريشن تايم هو ساعتين، لانه هو مفروض ثابت. هذه ما لكم علاقه بها، هو السلوبينج مال اللوغاريتميك بلات، هو دا يطلع السلوبينج مالتها. فهذا هو العباره عن جنريشن تايم. فانت يعني فلازم احنا نخلي بالنا شنو معنى الاكسبوننشال جروث، شنو معنى الجنريشن تايم، العدد الكلي او العدد النهائي للخلايا، العدد الاولي للخلايا والوقت، لان هذه تفيدنا حتى شلون نقدر احنا نحسب الجنريشن تايم. ايضا عندنا مصطلح اللي هو اسمه انستانتانيوس جروث ريت كونستانت، اللي هو ثابت معدل النمو، نرمز له كي. هنا المعادله هي كي يساوي هذا ثابت الرقم طبعا 0.693، مقسم نقسمها على الجنريشن تايم. حتى شو نطلع؟ نطلع الجروث ريت كونستانت اللي هو ثابت النمو هاي، حتى نشوف انه البكتيريا والاحياء المجهريه قاعد تتضاعف بصوره يعني بصوره منتظمه ثابته، لو قاعد يصير عندنا خربطه بالتضاعف مالتها. لان هنا هذه طلع لك انه الدقه مال المعدل النمو للاحياء المجهريه. عندنا عده انواع من المزارع البكتيريه، راح اشرح لكم نوعين فقط. هي نوعين مهمه، هي طبعا نوعين، هي النوعين الاساسيه. النوع الاول عندنا هو الباتش كلتشر، نسميه الباتش كلتشر. طبعا شرحنا لكم شنو الاكسبوننشال جروث جنريشن تايم والجروث ريت كونستانت. هذه حتى انا من نجي نشرح لكم الباتش كلتشر او المزارع حتى تعرفون احنا شنو نقصد بيها. فمثل ما قلنا نوعين اساسيين من المزارع، الباتش كلتشر او يسموها المزارع الغاطسه، والنوع الاخر اللي هو الكونتانيوس كلتشر اللي هي المزارع المستمره. هذه طبعا مهمه جدا، لازم تعرفون الفرق بيناتهم. فراح اشرح لكم شنو معناها الباتش كلتشر. طبعا الباتش كلتشر هو a closed system microbial culture of fixed volume. هنا المزارع احنا نسميها مزارع مغلقه، ليش؟ لانه الماده الغذائيه اللي نحطها او المزرعه مغلقه، ما نضيف الماده الغذائيه، نضيفها مره واحده بعد ما نضيف النبات، فيسموها الكلوز سيستم. بس هنا خلي بالكم انه الحراره راح تكون ثابته بالباتش كلتشر، وايضا المواد الغذائيه راح تكون ثابته ما تتغير، فقط انه العفو تتغير عندما تستهلكها الاحياء المجهريه، تتغير قيمه الماده الغذائيه، بس احنا ما راح نجدد هاي الماده الغذائيه، لذلك تسمى كلوز سيستم جروث كلتشر. طبعا التايبكال جروث كيرف اوف بوبوليشن اوف سيلز جرون ان ا كلوز سيستم، يعني ان ا باتش كلتشر لها فور فيسز. يعني من تسمع مزرعه ناميه بباتش كلتشر او كلوز سيستم، خلي ببالك انه هاي المزرعه تمر باربع مراحل مهمه جدا، اللي هي اللاج فيس، الاكسبوننشال فيس، خلي بالك هذا نسميه اكسبوننشال فيس، نسميه لوغاريتميك فيس، او نسميه لوج، لوج فيس، لاج، لوج فيس، وعندنا الستيشنري فيس، وعندنا الديف فيس. راح اشرح لكم عليها، طبعا الشرح مالها موجود بهاي السلايدات هنا، فانتوا اقروها، بس انا راح اشرح لكم على هذا المخطط او هذا الفيجر. اللاج فيس، خلوا بالكم هنا راح اكو شغلات راح اشرحها يمكن ما مكتوبه عندكم فمهمه جدا. اللاج فيس يبدي عندما ننقل المزرعه اللقاح او الجزء من الخلايا الاحياء المجهريه الى مزرعه جديده، يعني هي ما مزروعه بها قبل، فناخذها من مزرعه الى مزرعه اخرى، عندما نزرعها ما راح تنمر اساسا. اللاج فيس راح تاخذ فتره تظل يعني شلون نسميها، هي مو سبات، وانما تبدي الخلايا تقوم تجمع بالانزيمات المهمه
لعملية التضاعف، يعني تهيئ نفسها لعملية التضاعف، فتجمع الإنزيمات، تجمع المواد الضرورية اللي تحتاجها بعملية الانقسام، ماكرو موليكيولز، أي شيء تحتاجه هي راح تبدي تجمعه وتهيئه حتى تهيئ نفسها للانقسام. فهذا احنا نسميه اللاك فيس. فاللاك فيس ما بي اي تضاعف، خلي بالكم ايش وقت يبدي التضاعف؟ عند ما نصل هاي النقطه فيبدي تضاعف خلايا البكتيريا اللي هو احنا نسميه الاكسبوننشال فيس. هذا هو اللي شرحت عنه اللوغاريتميك فيس او اللوج فيس او الاكسبوننشال فيس. فتبدي الخلايا بالتضاعف مثل ما تشوفون بشكل اسي، مثل ما قلنا الوحده تصير 2 والاثنين تصير 4 والأربعة 8 والثمانية 16 وهكذا. فهذا احنا نسميه الاكسبوننشال او اللوغاريتميك فيس. هنا الخلايا راح تكون كلش نشطه وتتضاعف بشكل سريع. وطبعا من نريد نقيس عدد الخلايا، ما نجي نقيس عدد الخلايا منا، لا نبدا نقيس مو عدد الخلايا، من نريد نقيس الجنريشن تايم لاي كائن مجهري او لاي احياء مجهريه، نبدي نسوي بلوتينج منا من بدايه الاكسبوننشال جروث. ما نجي من اللاج فيس لان مثل ما قلنا هنا ماكو تضاعف، تبدي منا. فنحسب احنا حتى نحسب الجنريشن تايم ناخذ نقطه منا وناخذ نقطه عند نهايه الاكسبوننشال جروث ونخليها بالمعادله، فيطلع عندنا الجنريشن تايم مال اي بكتيريا او اي احياء مجهريه تنمو بطريقه الباتش الاكسبوننشال جروث. بعدين الخلايا راح تصل الى مرحله الستيشنري فيس. مثل ما تشوفون حسب الكيرف هذا انه اللاين مستقر لا صاعد ولا نازل، فهنا تبدي المواد الغذائيه تخلص. فمثل ما قلت لكم احنا بالباتش كلتشر ما نجدد المواد الغذائيه، تبقى بس اللي نخليها من اول مره، فتبدي المواد الغذائيه تخلص وتبدي الخلايا تموت. لكن هنا مثل ما تشوفوا ليش ما يصير ديكريز، ليش ما ينزل؟ هنا هوايه خلايا راح تموت، وبنفس الوقت اكو خلايا تتضاعف. فالخلايا اللي تتضاعف راح تعطينا نفس عدد الخلايا الميته، فنسميه احنا الستيشنري فيس او الثابت، المرحله الثابته. هنا راح يصير بالانس او توازن بين الخلايا الميته والخلايا المنقسمه او المتضاعفه. مثلا ماتت عندنا 1000 خليه، راح نشوف هنالك نتيجه التضاعف تعطينا 1000 خليه جديده، فيكون هنا مستقر، يصير بالانس بين الخلايا الميته والخلايا الحيه. بعدها راح تبدي المزرعه ما يسمى بالديث فيس، يعني الموت او الديكلاي فيس. هنا راح تماما تنفذ الماده الغذائيه وتبدي الخلايا بالموت السريع، فعندنا المتضاعفه ما تكمل العدد اللي ميته، فيكون عدد الخلايا الميته هو اكبر بكثير من عدد الخلايا الحيه، فتبدي المزرعه بالديث فيس الى ان تخلط، يعني تاخذ ايام او اشهر حتى أن تموت كل الخلايا الأحياء المجهرية. طبعا هنا هذا بشرح أيضا، فشرح كلش حلو ومبسط، أرجو أن تضغطون على هذه الدقمة وتسمعون الشرح مالته، يشرح لكم إياه بصورة أفضل، يا ريت تسمعوه. هذا هو الشرح اللي شرحته كله عن اللاج فيس والإكسبوننشال فيس وكل واحد وشنو يصير به، مهمة جدا. طبعا النوع الثاني من المزارع هو continuous culture او المزارع المستمره. طبعا من اسمها المزارع المستمره، هنا نعرفها as an open system microbial culture of fixed volume. يعني خلي ببالك open system microbial culture of fixed volume. الفوليوم يعني fixed volume يعني حجم المزرعه راح يكون ثابت، بس حجم الماده الغذائيه، مو حجم الماده الغذائيه، الماده الغذائيه راح تكون ما ثابته، فلذلك احنا نسميها open system. كل ما تخلص المادة الغذائية احنا راح نضيف مادة غذائية، فراح تبدي الخلايا بالنمو المستمر، ما تمر بمرحلة الستيشنري والديث فيس. كل ما نضيف لها مادة غذائية كل ما تستمر بالنمو. طبعا هذه دائما تستخدم اذا تسمعون بالمخمرات، افضل جهاز هو يستخدم هو الكيموستات، most common type of continuous culture device. هنا يعتمد على الفلوريت اللي احنا نضيفه،
او الديليوشن ريت، فلو ريت او الديليوشن ريت. يعني شنو معناه؟ معناه احنا عندنا الكيموستات خلينا نقول ب 100 مل، او العفو خلينا نقول ب 1000 مل او وات ايفر، او 100 لتر. فبعد فتره من الزمن راح تبدا الماده الغذائيه تستهلك، فشو نسوي احنا؟ نسحب خلينا نقول مثلا نسحب 50 مل او 100 مل ونضيف لها نفس الحجم بماده غذائيه جديده. فهذا احنا نقول انه يعتمد هذه على الفلوريت او الديليوشن ريت، فلذلك احنا نسميها اوبن سيستم او كونتينوس كلتشر. هذا هو الكيموستات، وهنا دا تشوفون هذا هو حجم الوسط الزرعي بالاحياء المجهريه. فطبعا بي ايريشن وبي درجه الحراره تكون ثابته. فهنا بعد فتره من الزمن تبدا الاحياء المجهريه تستهلك الماده الغذائيه الموجوده، فهنا الاوفر فلو اللي هو نسحب منه الخلايا الميته ونسحب منه جزء من المزرعه. طبعا مثل ما تعرفون دائما الخلايا الميته راح يصير لها سينك للقاعة المخمر، فمن نجي نفتح لها الأوفر فلو راح تطلع الخلايا الميتة وتبقى الخلايا الحية هي طايفة لفوق. ومننا إيش قد سحبنا 100 مل راح نضيف 100 مل فريش ميديوم من الوسط الزرعي، طبعا نفس الوسط الزرعي المفروض حتى ما يتغير عندنا الكونديشن مالته. الكونتينوس كلتشر كان مينتين اكسبوننشال جروث فيس for weeks months. شوف ممكن احنا كل ما نحط لها ماده غذائيه ما راح تمر بالستيشنري فيس او الديث فيس، بس احنا من نعوفها مثلا ما راح نطبب لها ماده غذائيه، لا راح تمر بالستيشنري والديث فيس. فهنا احنا كل ما اضفنا لها ماده غذائيه راح تستمر المزرعه لمده اسابيع او اشهر. Used to study physiology, microbial ecology and evolution, enrichment and isolation of bacteria from nature. Growth rate controlled by dilution rate. يعني احنا شقد نريد حجم النمو هو يعتمد على dilution rate، يعني شقد قاعد احنا نخلي مادة غذائية. الموضوع الاخر اللي هو الاوساط الزرعية وشون نقيس الgrowth. هنا هذه انا اتوقع انتم اخذيها بالعملي، راح اشرحها بصورة سريعة. عندنا طبعا مثل ما تعرفون الكلتشر ميديا هي طبعا من المتطلبات انه الكلتشر ميديا تحتوي على كربون، نيتروجين، سورسز، ووتر، بعضها تحتوي لازم على المينرال، مينرالز، وبعضها تحتوي على الانزيمز. فاكو هناك مركبات مهمه جدا لازم توفر بالوسط الزرعي حتى تنمو الاوساط، العفو تنمو الاحياء المجهريه بها. مثل ما تعرفون عندنا تو برود كلاسز، يعني صنفين اساسيه اللي هي الديفايند ميديا، طبعا هذه احنا نعرف شنو بيها، وعندنا الكومبلكس ميديا ما نعرف بالضبط شنو المكونات اللي بيها، اللي هي عاده تكون دايجست اوف مايكروبيال اور انيمال اور بلانت برودكت. فانتوا تعرفون احنا نعرف انه مثلا الانيمال بيها مثلا كازاين، بس ما نعرف بالضبط شنو بعد بيها، فهذه يسموها كومبلكس ميديا. هذه بس بدي اشوفكم التيبل انه الديفايند كلتشر شنو نستخدم بيها والكومبلكس كلتشر شنو نستخدم بيها. ما مطلوب من عندكم، بس يعني بس القولة نظرة. أيضا الأوساط عندنا الانريشت وسلكتيف والديفرنشيال ميديا، هذه تعرفوها أنتو. الانريشت يعني لازم تحتوي على مركبات معقدة تتطلب بعض الأحياء المجهرية هذه المركبات حتى تنمو، فإحنا نغني هذا الوسط بهاي المادة حتى عنا ننمي هذا الكائن المجهري أو هذا الميكروب. من هاي الانريشت ميديا نستخدم السيرم او البلاد بالوسط الزرعي. يعني عندنا النيوترينت اجر هو يعني ميديا عاديه، بس اذا خلينا له بلاد او سيرم راح يصير انريشت ميديا، لانه احنا اغنيناه بهاي الماده البروتينيه. النوع الاخر عندنا سلكتيف ميديا والديفرنشيال ميديا، ايضا اتوقع تعرفون الفرق بيناتها. سلكتيف هو احنا نجي نختار مايكروب او بكتيريا او احياء مجهريه معينه من بين عده احياء مجهريه، يعني select for single species. فهذه السلكتيف ميديا راح تقتل كل الاحياء المجهريه وتخلي نوع واحد ينمو فقط. الديفرنشيال ميديا هنا ما تقتلها، ولكن تميز الانواع اعتمادا على اللون اللي تنطي البكتيريا. طبعا الديفرنشيال ميديا نستخدم بها دايز او اصباغ، هاي الاصباغ تعتمد على البي اتش مال الميديا، فاذا ارتفع او قل البي اتش راح يتغير لون المستعمره.
حتى اتوقع تعرفوها هذه انت، ما انتوا العفو ما اريد اصرف بها وقت بعد. For successful cultivation of microbe, it is important to know the nutritional requirements and supply them in proper form and proportions in a culture media. يعني احنا اذا نريد نعزل او نريد ننجح في زراعه مايكروب معين لازم احنا نعرف هو شنو يحتاج. يحتاج فقط ميديا عاديه نيوترينت اجر، لو يحتاج انريتشمنت ميديا هذا يعني هذا لازم احنا نعرف شنو مكونات الوسط الزرعي. Cells can be grown in liquid or solid culture media. طبعا تعرفون المفروض شنو بين الفرق بين السوليد والليكويد. السوليد هو نفس الليكويد بس مضاف له الاجر اللي هو يصل او الجيلنج ايجنت. هذا دا يشوفكم السوليد ميديا وشلون احنا نحصل على سنجل كولونيا. اتوقع اخذتوها، اذا ما اخذتوها اذا صار دوام ان شاء الله نحاول نعطيكم فد مختبر عليها. المحاضرة الثانية هي راح اشرح لكم جزء من عندها او وين ما نصل لانه انتم ماخذيها كلها، اللي هي عبارة عن الـ 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 ايضا الاوساط الزرعية او العفو إيه الاوساط الزرعية وشون نزرع شون نحسب العفو شون نحسب البكتيريا والاحياء المجهرية باستخدام اوساط زرعية او باستخدام تقنيات اخرى. Sterilization of media is critical، يعني لازم احنا نعقم الميديا قبل ما نستخدمها حتى نمنع التلوث. لازم نستخدم aseptic technique. Aseptic technique معناها انه انت لازم تزرع قريب جدا على البيرنر بنسن بيرنر، لازم ما تلوث الاغراض اللي انت قاعد تشتغل بها، يعني لازم نشتغل في ظروف معقمة. هذه دي اشوفكم هذا جزء طبعا من العمل بس مهم، انا اشوفه كلش مهم لانه انت اختصاصكم بيولوجي، لازم تعرف انت طريقة الزرع شلون تصير، فاقروها هذه مهمة حتى تتعلم. شلون نحسب الاحياء المجهرية microscopic counts of microbial cell numbers، هذه احدى الطرق اللي مستخدمة في تعداد الاحياء المجهرية وفي تعداد البكتيريا اللي هي باستخدام المجهر. استخدام المجهر نبدأ نحسب عدد الأحياء المجهرية باستخدام سلايد خاص. هذا السلايد الخاص بمربعات، مربعات مخططة، فنخلي قطرة على هذه المربعات ونبدأ نحسب الأحياء المجهرية أو البكتيريا أو الخلايا الموجودة. فهذا هو عبارة عن السلايد الخاص بالوسط مقسم إلى مربعات، عدة مربعات. نخلي قطرة من العين اللي نريد نحسب بها عدد الخلايا ونخليها تحت المجهر ونبدي نحسب مربع ونضربه في أرقام معينة حتى نطلع العدد بالمل. فهذه يعني يستخدموها أكثر شيء كنا نستخدمها بتعداد كريات الدم البيض، تعداد كريات الدم البيض أيضا تستخدم، يستخدم هذا الشامبر ونحسب من عدد كريات الدم البيض الموجودة في جسم الإنسان. طبعا هذه بيها مضار التعداد باستخدام الميكروسكوب، اللي هي احنا ما نقدر نميز بين الخلايا الحية والميتة، اللي هي أهم نقطة موجودة من مساوئ تعداد باستخدام السلايد أو المجهر. And cannot distinguish between live and dead cells without special stains، يعني لازم نصبغها. Small cells can be overlooked، يعني احيانا اذا كانت البكتيريا او الحياة المجهرية كلش صغيرة بالحجم احنا ما راح نقدر نشوفها باستخدام الميكروسكوب. Phase contrast microscope required if a stain is not used، يعني احيانا احنا ما راح اذا ما استخدمنا صبغة راح يصعب عليك ان تشوف الاحياء المجهرية او الخلايا تحت المجهر الضوئي، فاحنا نستخدم الفيس كونتراست مايكروسكوب. الخلايا اللي اقل من 10 تو 6 سوري 10 تو 6 ما راح نقدر نحسبها. ايضا من مساوئها انه الخلايا المتحركة راح تسبب لنا مشكلة، لانه انت اذا بديت المربع وحسبتها فمن تروح للمربع الثاني احتمال هاي الخلية المتحركة طفرت على المربع الآخر، فراح تحسبها مرة ثانية وثالثة ورابعة. أيضا أحيانا الدبريز اللي هي خلينا نقول الأوساخ الموجودة بالسلايد
بعضهم يحسبوها كخلايا فراح تكون تسوي mistaken for cells، يعني راح نحسبها كخلايا احنا المفروض ما نحسبها. يستخدم الميكروسكوبك كاونت دائما بالناتشرال سامبلز حتى نشوف مثلا احنا نريد نحسب شنو موجود بالبيئه، فما يهمنا انه اذا كانت حيه او ميته، احنا نريد ناخذ توتال نمبر. يوز ستين تو فيجوالايز اند بروفايد فايلوجينيتك انفورميشن اور ميتابوليك بروبرتيز. دابي رياكتس وذ دي ان اي، يعني هذه الصبغه احيانا اذا نخليها راح نقدر نميز اذا اكو دي ان اي يعني بالخلايا اللي احنا ماخذيها. هذه يحكي لكم على فلوريسنت فايلوجينيك ستينز كان ديترمايند بروبورشن اوف بكتيريا اور اركايا، يعني اذا انت تحدد مثلا عندك عينه من التربات يتحددها بها بكتيريا او اركايا، نقدر نستخدم اصباغ معينه ونستخدم العد بالميكروسكوب، فنقدر نقول انه مثلا هذه العينه بها هلقد بكتيريا وبها هلقد اركايا اعتمادا على الصبغه اللي احنا مستخدميها. النوع الاخر من عد الاحيان المجريه هو الفيابل كاونت واللي هو اكثر استخداما. طبعا هذا انه احنا نحسب بميزته انه نحسب فقط الخلايا الحيه، اذا انت تحسب ايش قد عندك هذا يحسب لك فقط الخلايا الحيه، ما يحسب لك الخلايا الميته واللي هي احنا نحتاجها. طبعا اكو تقنيتين تستخدم بالفيابل كاونت اللي هي سبريد بليت ميثود والباور بليت ميثود. هن اثنين هن نفس الطريقه لكن الاختلاف بالاخير. دائما من نجي نعد الخلايا بالفيابل كاونت لازم ناخذ الطبق اللي بيه من 30 الى 300 مستعمره. و to obtain the appropriate colony number the sample to be counted should always be diluted، يعني حتى نقدر نحسب يعني نحصل more accurate number من الخلايا نخفف العينه دائما. طبعا هو احنا نخففها تخفيف serial dilution تخفيف 20، هذا هو serial dilution تخفيف 20 سنرجع نشرحها، بس حتى تشوفون الفرق بين spread plate method والباور بليت ميثود. هن اثنين هن نفس الشيء، لكن بالسبريد بليت ميثود احنا نصب الوسط بالاول وبعدين نخلي العينه مالتنا مثل ما تشوفون، ونستخدم السبريدر حتى ننشر العينه مالتنا وبعدين نحضنها ونعد المستعمرات الموجوده. بالباور بليت ميثود مجرد انه احنا نخلي العينه وبعدين نصب الوسط، هسه تشوفون هنا ماكو وسط فقط العينه، ونخلي الوسط الى ان يبرد بحدود ال 55 درجة مئوية ونصب الوسط على العينة ونبدأ نحركها برقم 8 حتى ننشر العينة مالتنا خلال الوسط ونبدأ نحسب المستعمرات الموجودة. هذا الفرق بين الباور بليت والسبريد بليت ميثود. اما اثنين ليش قلنا نفس الطريقة؟ لانه اثنين يعتمدون على هذه على السيريال ديليوشن. شنو هو السيريال ديليوشن؟ مثلا احنا عندنا عينه تجي تحسب عدد الاحيان المجهريه بمل من التاب ووتر او مي الحنفيه، نريد نحسب ايش قد بي عدد احيان مجهريه، فناخذ 1 مل من ماء الحنفيه ونخففه يا اما بمي مقطر او نورمال سلاين. طبعا يفضل نورمال سلاين، ليش؟ لانه حتى نحافظ على الخلايا النورمال سلاين دائما بيملاح والبي اتش مالته، فما لا يسبب انكماش ولا انفجار الخلايا. فدائما احنا هالي التيوبات نحضر 6 او 7 تيوبات ونخلي بيها 9 مل من النورمال سلاين وناخذ 1 مل ونحطه على اول تيوبه، فصار 1 الى 9، يعني احنا ايش قد خففناها؟ خففناها 1 الى 9، يعني ايش قد صار الفاينل فوليوم؟ من خلينا الواحد صار 10، فصار التخفيف 1 الى 10 مثل ما تشوفون 1 الى 10. هاي العينه خففناها اول تخفيف 1 الى 10، او نقدر نسميها 10 to minus 1، يعني 10 مرات خففناها. بعدين راح طبعا نرجها وناخذ 1 مل ونخليه بالتيوب الثاني اللي ايضا بها 9 مل، فش راح يصير؟ راح يصير 10 حجمها، بس احنا اوريدي ايش قد مخففين ال 1 مل؟ مخففيه 10 مرات، راح نخفف انه ب 10 مرات، ايش راح يصير؟ راح يصير عندنا 1 الى 100، لانه هو مخفف 10 مرات، انه خففناه 10 مرات فيصير 10 في 10 100، فيصير 1 الى 100 خففناه 100 مره، او نقدر نكتبه 10 to minus 2. بعدين ناخذ هذا الواحد مل منه اللي هو احنا خففناه 100 مره وراح نخلي واحد مل هنا، فايش راح يصير؟ راح يصير التخفيف، التخفيف راح يصير
واحد إلى 100 يعني 100 في هاي صار 10 فيصير 1000 فيصير 1 إلى 1000 أو 10 to minus 3. نأخذ النوب 1 مل إلى 9 مل فيصير إشقد 1000 مرة خففنا، والنوب 10 مرات تخفف فألف في 10 يصير 10000 وهكذا. هذا هو التخفيف العشري احنا نسميه، او يسمي سيريال ديليوشن لانه متسلسل. فمثل ما تشوفون الانتنسيتي مال الخلايا خفت، كل ما نخفف اكثر كل ما تقل عدد الخلايا. بعدين نجي ناخذ 1 مل من كل تيوب ونخليه بهاي الاطباق، 1 مل من هذا التيوب او 1 مل من هذا التيوب لهذا الطبق، ويا اما نسويها باور بليت او السبريد بليت، يعني واحده من عندهم ما ياثر، ونحضنها. فراح تشوفون انتم في التيوب الاول كانت التيربيليتي كلش عاليه، فحصلنا على عدد كلش عالي من الاحياء المجهريه. طبعا ما نقدر، او المستعمرات العفو، ما راح نقدر نحسبها كلش هوايه. فتذكروا مثل ما قلنا احنا راح ناخذ الاطباق اللي عددها بين 30 و 300 اللي هو هذا الطبق ب 159. دائما احنا نحسب طبقين ثلاثه فنشوف يا هو العدد المطلوب بين 30 و 300 وناخذه ونضربه في مقلوب التخفيف. يعني شنو مقلوب التخفيف؟ احنا هذا 1 الى 10 اس 3 او 10 تو ماينس 3. فمن نقلبه هذا ايش راح يصير؟ راح يصير 10 اس 3 يعني 1000. فنجي نضرب ال 159 في 10 اس 3 راح يطلع عندنا العدد النهائي لعدد الاحياء البكتيريا في 1 مل. هاي كلش مهمه، 1 مل ليش؟ لان يعني احنا اخذنا 1 مل، اخذنا 1 مل فحسبناه في 1 مل. اذا تي تعرف ايش قد بالفلاسك لازم انت تعرف اذا عندك 50 مل تضرب هذا في هذا هذا الرقم في 50 حتى يطلع لك عدد الاحياء المجهريه في هذا الفوليوم الموجود هنا. هاي المفروض تشتغلوها انتم عملي ان شاء الله، اذا رجع الدوام نشتغلها عملي. Sources of error in plate counting، شنو ممكن ان نخطا بالبليت كاونتينج؟ انه هذا depends on inoculum size, viability, culture medium, incubation condition. يعني تعتمد احتمال اكو بعض البكتيريا او بعض الاحياء المجهريه تحتاج ميديا خاصه، فاحنا ما نقدر نحسبها على اي ميديا. كذلك عندنا الconditions، طبعا مستعمرات بما انه خصوصا اللي ناخذها من التربه بما انه هي mixed culture، فراح نشوف انه احنا ما نقدر كلها نزرعها under one condition، فلازم هذه يعني راح يسبب لنا ايرور، يعني مو كل الخلايا راح تنمو على الكونديشن اللي احنا نستخدمها باللاب. بليتنج انكونسيستنس، يعني احيانا اللي يشتغل ما يكون كلش دقيق من يخلي العينات او من يصب الاطباق، فراح نشوف انه اكو تفاوت بالعدد. ريبورتنج ان كولوني فورمينج يونتس انستيد اوف نمبر اوف فيابل سيلز اكاونتس فور كلامبس، يعني احيانا احنا المستعمرات تكون متجمعه بمكان واحد فما نقدر فنحسبها كمستعمره واحده بينما هي المفروض تحسب اكثر من مستعمره. هذا الايرور اللي ممكن ان يكون بالبليتنج ميثود. تستخدم ليش نستخدمها؟ لانه هي سريعه وسهله جدا، تستخدم باكثر شيء بالاندستريال بروسيسز، بالفود دايري ميديكال اند اكوتيك مايكروبيولوجي اند ووتر اناليسز. طبعا هاي سنسيتيفيتي يعني حساسه جدا، ويعني اكثر طريقه هي دقيقه اكثر من الطرق الاخرى، ونقدر تارجت بارتيكولار سبيشيز ان ميكست سامبلز، يعني نقدر نعزل سبيشيز معين من ميكست سامبل. ايضا هذه دي اقول لكم احنا مرات تكون المايكروسكوبك احسن ومرات تكون البليتنج ميثود احسن، لانه المايكروسكوبك ميثود كاونت ديد سيلز، فهنا الباور بليت احسن. هنا different organisms may have vastly different requirements for growth، يعني different condition، فيكون المايكروسكوبك احسن. النوع الاخر من التعداد الاحياء المجهريه هو التيربيمتريك ميجرز، يعتمد على التيربيديتي مال الاحياء المجهريه. هذه دائما تعتمد على التيربيديتي، نستخدم بها السبكتروفوتوميتر، فتعتمد على كل ما كانت التيربيديتي عالية للأحياء المجهرية كل ما كان الضوء الممتص أكبر، فراح يعطينا قراءة معينة السبكتروفوتوميتر، ومن دخل معادلة معينة أو نسوي بلوتينج معين فنطلع عدد الأحياء المجهرية.
طبعا هذه ايضا مو دقيقه التيربيمتريك ميجرمنت لانه او استخدام السبكتروفوتوميتر لانه هذه ايضا تحسب لنا الاعداد الميت العفو الخلايا الميته، لان تعرفون انتم اذا عندنا مثلا 1000 خليه 500 ميته و500 ما ميته مو من خليه بالسبكتروفوتوميتر راح يصير امتصاص للضوء، بينما مقارنه بعينه اخرى بها 500 بها 500 خليه حيه كلها فراح او 1000 خليه حيه كلها فراح يعطينا نفس الامتصاصيه او نفس الرقم، بينما احنا بديش اللي بيها ميتة ما يصير نحسب الخلايا الميتة. هذه المساوي الموجودة بالقياس التيربيديتي. طبعا هذا هو جهاز السبكتروفوتوميتر، مثل ما قلنا احنا نخلي العينة بها خلايا، فالجد اكو خلايا راح يصير انكسار بالضوء وفيقل الانكسار العفو يقل الضوء اللي طالع من العينة، كل ما كانت التيربيديتي عالية كل ما قل الضوء اللي طالع. طبعا بس بدنا ننبهكم على شغلة معينة، انه هذا يقيس الامتصاصيه احنا اللي نستخدم الجرين لايت، انتم تعرفون اكو الفيزبل لايت واليو في لايت، هذه احنا ما نستخدمها في تعداد الاحياء المجهريه او التيربيديتي. الفوائد مالتها ايضا سريعه وسهله، ما تستخدم شغلات معقده، العفو ما تحتاج شغلات معقده حتى نقيس عدد الاحياء المجهريه. نفس العينه نقدر نقيسها اكثر من مره. الديس ادفانتج مالتها او المساوئ مالتها انه بعض الاحيان تكون مشاكل مايكروبز ذات فورم كلامز اور بايوفيلم ان ليكويد ميديا، هذه ما نقدر نحسبها لانه مثل ما قلنا البايوفيلم راح يكون صعب انه انت تخليه سسبنشن فراح يسبب لنا مشكله بالقراءه، وكذلك عندنا الخلايا الميته ايضا تسبب مشكله بالقراءه. الحد هنا انهي الشرح، وان شاء الله المحاضره الاخرى راح نبلش لكم الـ environmental effects on growth.